السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم، وهو أحد دروس منهج الرياضيات للصف الثاني الإعدادي الجزء الأول. درسنا اليوم هو نظرية فيثاغورس. في البداية دعونا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول، سوف نستعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد طول ضلع مجهول في مثلث قائم الزاوية، ثم سوف نستعمل عكس نظرية فيثاغورس لتحديد المثلث القائم الزاوية. في البداية دعونا نتذكر معا المثلث القائم الزاوية. المثلث القائم الزاوية هو عبارة عن مثلث إحدى زواياه قائمة، كما هو موضح في الشكل التالي. هذه الزاوية زاوية قائمة، ونرمز لها بهذا المربع الصغير، وهذا المربع الصغير يدل على الزاوية القائمة. ثم هذا الضلع المقابل للزاوية القائمة يسمى الوتر، وهو أطول أضلاع المثلث. هذا الضلع يقابل الزاوية القائمة ويسمى الوتر، وهو أطول ضلع. وكذلك الساقان هما عبارة عن الضلعان اللذان يشكلان الزاوية القائمة. بعد أن تذكرنا مسميات المثلث القائم الزاوية، دعونا ننتقل إلى مفهوم النظرية. تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين طولي الساقين والوتر في أي مثلث قائم الزاوية. هي علاقة تربط بين الساقين و الوتر في المثلث القائم الزاوية، كما هو موضح في هذا الشكل. في المثلث القائم الزاوية، مربع طول الوتر رمزنا له بالحرف جيم يساوي مجموع مربعي طول ساقيه، رمزنا للساق الأول ألف والثاني باء، كما هو موضح بالرموز. جيم تربيع الوتر تربيع، هو عبارة عن الساق الأول تربيع ألف زائد الساق الثاني تربيع باء. إذن نستعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد طول ضلع في المثلث القائم الزاوية إذا علم طول الضلعين الآخرين. دعونا الآن نطبق هذه النظرية في المثال الأول. اكتب معادلة تستطيع عن طريقها إيجاد طول الضلع المجهول في المثلث القائم الزاوية، ثم أوجد الطول المجهول واكتب إجابتك إلى أقرب جزء من 10 إذا لزم ذلك. في البداية نقوم بكتابة نظرية فيثاغورس. هنا جيم تربيع يساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. بعد ذلك نعوض عن ألف بثمانية عشر، هنا الساق الأول ألف عبرنا عنه بثمانية عشر، وعن باء وهو الساق الثاني بأربعة وعشرون. الآن بعد أن قمنا بعملية التعويض، إذا جيم تربيع تساوي 18 تربيع زائد 24 تربيع. الآن نحسب قيمة 18 تربيع والأربعة وعشرون تربيع. إذا 18 تربيع هي 324، والأربعة وعشرون تربيع قيمتها 576. ثم الآن نقوم بعملية الجمع. ناتج الجمع هو 900. الآن من خلال تعريف الجذر التربيعي، نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين. إذن جيم تربيع بعد أخذ الجذر عبارة عن جيم، وجذر 900 له قيمتان وهي موجب وسالب 900. إذن قيمة جيم، بما أن 900 مربعا كاملا، إذن قيمة جيم عبارة عن موجب أو سالب 30. بما أن للمعادلة حلان، قيمة جيم هي عبارة عن 30 أو سالب 30، وبما أن طول الضلع يجب أن يكون عدداً موجباً، لا يمكن قياس طول الضلع بعدد سالب، إذن طول الوتر يساوي 30 متراً. ننتقل الآن إلى المثال الثاني.
اكتب معادلة تستطيع عن طريقها إيجاد طول الضلع المجهول في المثلث القائم الزاوية، ثم أوجد الطول المجهول واكتب إجابتك إلى أقرب جزء من 10. في البداية نقوم بكتابة نظرية فيثاغورس. قبل أن نكتب النظرية، لاحظوا معي أعزائي الطلاب أن المطلوب ليس الوتر من خلال الرسم، هو الوتر هو الضلع المقابل الزاوية القائمة. الوتر قيمته 8 ملي متر، إذن المجهول هو إحدى الساقين وليس الوتر. قمنا بكتابة النظرية، ألف تربيع زائد باء تربيع يساوي جيم تربيع. خطوة الثانية، نقوم بالتعويض عن قيمة ألف بثلاثة، هو الساق الأول 3 ملي متر، وقيمة جيم طبعا قيمتها 8، وباء وهو الساق الثاني مجهول وهو المطلوب إيجاده. الآن بعد عملية التعويض نقوم الآن باحتساب قيمة الثلاثة تربيع والثمانية تربيع. ثلاثة تربيع يساوي 9 وثمانية تربيع يساوي 64. الآن نقوم بطرح 9 من كلا الطرفين، إذن 9 ناقص 9 وأربعة وستون ناقص 9. الآن نبسط، 9 ناقص 9 يساوي 0، هنا الناتج 0، إذن باء تربيع تساوي 55، 55 ناتج الطرح هو 64 ناقص 9. الآن نأخذ الجذر للطرفين، إذن باء تساوي موجب أو سالب جذر 55. إذن باستخدام الآلة الحاسبة، إذن قيمة باء تقريبا موجب أو سالب 7.4. الآن طول الضلع باء حوالي 7.4 مليمتر. أعزائي الطلاب تذكروا معي، لماذا هنا أخذنا فقط القيمة الموجبة ولم نأخذ القيمة السالبة؟ ذكرنا سابقا أن طول الضلع يجب أن تكون قيمته موجبة، إذن طول الضلع موجب 7.4 ملي متر. ننتقل الآن إلى المثال الثالث. اكتب معادلة تستطيع عن طريقها إيجاد طول الضلع المجهول في المثلث القائم الزاوية الآتي، ثم أوجد الطول المجهول واكتب إجابتك إلى أقرب جزء من 10. من خلال الرسم نلاحظ أن المطلوب ليس الوتر، الوتر نكرر هو عبارة عن الضلع المقابل للزاوية القائمة، قيمة الوتر هي 20 ونرمز للوتر بالحرف جي. قيمة الساق الأول ألف مجهول لا نعرف قيمته وهو المطلوب إيجاده، وقيمة الساق الثاني باء وهي 17 سنتيمترا. بعد أن قمنا بكتابة النظرية نقوم الآن بالتعويض عن قيمة باء 17 وجيم ب20. الآن نوجد ناتج التربيع، ألف تربيع تساوي 17 تربيع عبارة عن 289 و20 تربيع عبارة عن 400. الآن نقوم بطرح 289 من كلا الطرفين، إذن ألف بعد عملية التبسيط ألف تربيع تساوي 111، هنا الناتج يساوي 0، إذن ألف تربيع تساوي 111. الآن من خلال تعريف الجذر التربيعي، إذن ألف تساوي موجب أو سالب جذر 11. باستخدام الآلة الحاسبة سنجد أن الألف تقريبا عبارة عن موجب أو سالب 10.5. كما ذكرنا سابقا، فإن بما أن للمعادلة حلان أحدهما موجب والآخر سالب، إذن يجب أن يكون طول الضلع في المثلث يجب أن يكون عدد موجب، إذن طول الضلع باء حوالي 10.5 سنتي
متر. الآن ننتقل إلى المثال الرابع. طول وتر في مثلث قائم الزاوية هو 12 سنتي مترا. طول الوتر هو عبارة عن 12 سنتي مترا، وطول إحدى ساقيه 7 سنتي متر. ما هو المطلوب؟ أوجد طول الساق الأخرى، ثم قرب الناتج إلى أقرب جزء من 10 إذا لزم الأمر. طبعاً كما ذكرنا في الأمثلة السابقة، في البداية نكتب نظرية فيثاغورس. ولاحظوا معي أعزائي الطلاب أن المطلوب ليس الوتر، الوتر قيمته 12 سنتي متراً، وإحدى الساقين هو 7 سنتي متر، والساق الآخر هو المطلوب إيجاده. إذن بعد كتابة النظرية نقوم الآن بالتعويض عن قيمة باء بسبعة لإحدى ساقي المثلث، وعن جيم باثنا عشر. الآن نوجد قيمة التربيع، 7 تربيع يساوي 49، واثنا عشر تربيع 144. الآن نقوم بطرح من الطرفين 49. إذن ألف تربيع زائد 49 ناقص 49، نلاحظ هنا الناتج صفر، يساوي 144 ناقص 49. إذن بعد عملية التبسيط، إذن ألف تربيع تساوي 95. الآن نأخذ الجذر للطرفين، إذن ألف تساوي موجب أو سالب جذر 95. كما ذكرنا سابقا ونكرر، في طول أضلاع المثلث لا يمكن أن تكون القيمة سالبة، إذن قيمة ألف بعد استخدام الآلة الحاسبة هي موجب أو سالب 9.7. نأخذ فقط القيمة الموجبة، لذا فإن طول الضلع باء حوالي 9.7 سنتي متر. أعزائي الطلاب، دعونا الآن نتدرب معا، ولكم من الزمن 10 دقائق. اكتب معادلة تستطيع عن طريقها إيجاد طول الضلع المجهول في كل مثلث قائم الزاوية، ثم أوجد الطول المجهول واكتب إجابتك إلى أقرب جزء من 10 إذا لزم ذلك.
أحسنتم أعزائي الطلاب، دعونا الآن نتأكد من إجاباتنا في السؤال الأول. في البداية نقوم بكتابة النظرية ثم نقوم بعملية التعويض. نلاحظ هنا أن الوتر هو المجهول. بعد أن قمنا بعملية التعويض نوجد الآن ناتج التربيع، 5 تربيع 25، 12 تربيع 144، ثم نوجد ناتج الجمع 169، ثم نأخذ الجذر للطرفين، ثم نوجد ناتج الجذر وهو موجب أو سالب 13، نأخذ فقط القيمة الموجبة، إذن طول الضلع يساوي 13 ديسيمتر. ننتقل الآن إلى التدريب الثاني. نلاحظ من خلال الرسم أن الوتر ليس مجهولاً، إنما إحدى الساقين هذه قيمة ج، وإحدى الساقين هو المجهول. في البداية نكتب نظرية فيثاغورث، ثم نقوم بالتعويض، ثم نوجد ناتج التربيع 10 تربيع 100، 15 تربيع 225. الآن نستخدم عملية الطرح من الطرفين، نطرح 100، ثم قيمة الألف تربيع تساوي 125، نوجد الجذر التربيعي للطرفين، إذن قيمة ألف بعد استخدام الآلة الحاسبة تقريبا موجب أو سالب 11 و2 من 10، نأخذ فقط القيمة الموجبة وهي 11.2 سنتي متر. إذا كانت هذه إجاباتكم إذن أحسنتم وإجاباتكم صحيحة. الآن ننتقل إلى عكس نظرية فيثاغورس. بما أن نظرية فيثاغورس صحيحة إذن أيضا عكس نظرية فيثاغورس صحيحة. ما هي عكس النظرية؟ إذا كانت أطوال أضلاع مثلث هي ألف باء وجيم، بحيث أن جيم تربيع يساوي ألف تربيع زائد باء تربيع، فإن المثلث يكون قائم الزاوية. إذا تحققت عندي هذه المعادلة، هذا الطرف الأيمن وهذا الطرف الأيسر، إذا كانوا الطرفان بعد عملية التربيع متساويان إذن المثلث قائم الزاوية. نستعمل عكس نظرية فيثاغورس لتحديد ما إذا كان المثلث قائم الزاوية أو ليس كذلك. دعونا الآن نبدأ بالمثال الأول. قياسات ثلاثة أضلاع في مثلث هي 36 و48 و60 سنتي متر. حدد ما إذا كان المثلث قائم الزاوية. كيف نحدد؟ من خلال كتابة النظرية. لاحظوا معي هنا، هنا مثلث قائم الزاوية، إذن نستخدم النظرية جيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. لاحظوا معي هنا أعزائي الطلاب، يوجد عندي هنا علامة استفهام صغيرة. نحن إلى الآن لا ندري إذا كان الطرف الأيمن وهو الوتر تربيع هل يساوي الساق الأول تربيع زائد الساق الثاني تربيع أم لا. الآن تذكروا معي أن أطول ضلع من المتوقع أن يكون الوتر، لذلك نعوض عن جيم ب60 و36 و48 للضلعين الآخرين. الآن نقوم بعملية التعويض، إذن جيم تربيع عبارة عن 60 تربيع لأنها أكبر قيمة، ثم 48 تربيع للساق الأول والساق الثاني 36 تربيع، ولا زلنا هنا نضع علامة الاستفهام أن إلى الآن لم نتوصل إلى الناتج النهائي. نكمل. الآن نوجد ناتج التربيع، 60 تربيع عبارة عن 3600، 48 تربيع عبارة عن 2304، 36 تربيع عبارة عن 1296. الآن نوجد ناتج الجمع، ولا زالت علامة الاستفهام هنا أعزائي الطلاب موجودة، لم نتأكد. الآن نأتي إلى آخر خطوة. إذن قيمة جيم تربيع هي 3600، ناتج جمع مربعي الساقين 3600. نلاحظ أن كلا الطرفين متساويين، إذن هذه الثلاثة أطوال أضلاع المثلث تمثل مثلث قائم الزاوية. الآن ننتقل إلى المثال الثاني ودعونا نختبر هذا المثلث.
قياسات ثلاثة أضلاع في مثلث هي 4 و7 و5 سنتيمتر. حدد ما إذا كان المثلث قائم الزاوية. الآن في البداية كما ذكرنا سابقا سوف نقوم بكتابة نظرية فيثاغورس. الآن كيف نعوض وكيف نحدد أيهما الوتر؟ من خلال أكبر قيمة. أطول ضلع من المتوقع أن يكون الوتر، لذلك سوف نعوض عن قيمة الجيم ب7 والساقين ب5 و4. إذن 7 تربيع تساوي 5 تربيع زائد 4 تربيع، ونؤكد على علامة الاستفهام هذه. إلى الآن لم نتأكد إذا كان الطرفين متساويين أم لا. الآن ننتقل إلى إيجاد قيمة التربيع. 7 تربيع عبارة عن 49، 5 تربيع عبارة عن 25، و4 تربيع عبارة عن 16. الآن سوف نبسط كلا الطرفين، 49 كما هي، و25 زائد 16 تساوي 41. نلاحظ الآن أعزائي الطلاب أن الطرفين غير متساويين، 49 لا تساوي 41. بما أن الطرفان غير متساويان إذن المثلث ليس قائم الزاوية. الآن أعزائي الطلاب دعونا نتدرب معا في هذا السؤال، ولكم من الزمن 8 دقائق. حدد ما إذا كانت الأطوال الآتية لأضلاع مثلث قائم الزاوية أم لا، ثم تحقق من إجابتك.
أحسنتم أعزائي الطلاب، دعونا الآن نتأكد من إجاباتنا. في التدريب الأول سوف نقوم بكتابة النظرية، ثم نقوم بعملية التعويض، ثم نقوم بإيجاد ناتج التربيع، ثم الآن نوجد ناتج الجمع. هذا الطرف الأيسر، إذن الطرفين متساويين يساوي 606 و70. بما أن الطرفان متساويان إذن المثلث قائم الزاوية. ننتقل إلى التدريب الثاني. في البداية نقوم بكتابة النظرية، ثم نقوم بعملية التعويض، ثم نوجد ناتج التربيع، ثم نوجد ناتج الجمع. نلاحظ في هذا التدريب أن الطرفين غير متساويين، إذن المثلث ليس قائم الزاوية. أعزائي الطلاب، إذا كانت إجاباتكم نفس هذه الإجابة، إذن إجاباتكم صحيحة. الآن أعزائي الطلاب، لمزيد من التدريب يمكنكم الرجوع إلى كتاب رياضيات للصف الثاني الإعدادي، الجزء الأول، صفحة 73 و74. أحسنتم أعزائي الطلاب، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.